هنيجي نبدأ ندخل بقى في مواصفات الكاميرات، والحتة دي عايز الناس نتكلم دلوقتي على تفاصيل داخلية داخل الكاميرا. طبعا التفاصيل دي تفاصيل كتير، وعايز الناس تركز كويس جدا عشان الكلام ده. في ناس كتيرة جدا بتشتغل في كاميرات المراقبة وبيبقى عنده كاميرا التصوير وهو مش عارف اصلا خصائصها ايه ولا هي بتعمل ايه. تمام، مهم جدا. عندي شوية حاجات في الكاميرا. اول حاجة في مواصفات كاميرات المراقبة حاجة بيسموها سنسور، اللي هو الحساس، نوع الحساس المستخدم في الكاميرا اللي هو بيسموه ايمج سنسور. يبقى انا عايزك تحفظ وتركز كمان، يعني انت خد الكلام احفظه في دماغك وركز معايا الكلام بيتقال ازاي. في حاجه بيسموها حساس صوره، ده موجود في كاميرات المراقبه، موجود في كاميرات التصوير واي حاجه فيها كاميرا. ده مسؤول عن ايه؟ ده مسؤول عن ايه؟ هو مسؤول عن تحويل الضوء اللي هيجي من المشهد اللي هو الشخص اللي انا بصوره، او العربيه، السياره اللي بتعدي قدامي، او الشجره اللي مش عارف انا بصورها، اي ديفايس، اي مكون بيبقى له اشعه بتخبط فيه شمس او بتيجي عليه اي ضوء، ضوء كشاف، ضوء القمر، ضوء اي حاجه بيخبط في الجسم، عايز احول الضوء ده اشاره كهربيه. يبقى اول حاجه عايزه تعرفها ببساطه كده يا هندسه، عايزه تعرف مين المسؤول عن تحويل الضوء اللي بيطلع من الجسم لكهرباء. ده حاجه بيسموها الايمج سنسور، حساس الصوره، وده من اهم الحاجات اللي الناس لما بتيجي تقرا مواصفات كاميرات المراقبه، تمام، بيبقى مش واخد باله من ان الحاجات دي هي اللي بتحدد سعر الكاميرا. انا ممكن اشتري كاميرا ب 100 ريال، واشتري كاميرا ب 1000 ريال، وممكن اشتري كاميرا ب 20000 ريال وب 100000 ريال. تمام، من احد العوامل المهمه اللي نبص عليها، اسال نفسك اهو، اكتب قدامك الورقه كده، لازم تسال عن نوع حساس صوره اللي هو بيسموه الايمج سنسور، اللي هو بيحول الضوء لكهرباء، الضوء المنعكس من الجسم، عايز احوله لاشاره كهربائيه. يبقى انا هحول من اشاره ضوئيه الى اشاره كهربائيه، وابدا اعملها عمليه بروسيسنج او معالجه، تمام، واعالجها وبعد كده اعرضها على جهاز العرض. تمام، يبقى اول حاجه عايز اعرفها ايه انواع الايمج سنسور. ثلاث انواع يا شباب. رقم واحد، ده النظام القديم اسمه تي سي دي. تي سي دي معناها تشارجد كابل ديفايس، تي الاولانيه تشارجد كابل ديفايس، ده عباره عن الناس بتوع عباره عن دايره متكامله، اللي هي احنا بنسميها ايه، الدايره المتكامله، اي سي. يبقى كلمه دايره متكامله اسمها اي سي. الكلام ده مهم جدا، يا ريت تكتبها الكلمه دي. اي سي معناها انتجريتد سيركت، انتجريتد سيركت. طيب الناس بتوع الموبايلات زمان كان ايه، اي موبايل يحصل فيه مشكله جوال يقول لك والله ده حساس صوره فيه مشكله، ده حساس الكاميرا فيه مشكله، ده حساس الصوت فيه مش عارف ايه. الحساس ده في الاخير او الاي سي بتاع الصوت او الاي سي بتاع الشاشه، فكل حاجه مسؤول عنها دايره متكامله، احنا بنسميها انتجريتد سيركت، والناس بتوع الكترونكس عارفين الكلام ده كويس جدا. انتجريتد سيركت يعني اي سي. اي سي طيب، ده عباره عن دايره متكامله بتحول الضوء لكهرباء. يعني انا عايز احول الضوء لاشارات كهربائيه تتناسب مع كميه الضوء. يعني لو المكان ده منور جامد، تمام، بحط اشاره، لو المكان ده الاناره بتاعته اقل بحط اشاره مختلفه. راح قال لك والله بنعمل القصه دي ازاي، قال لك بنستخدم اول نوع اسمه تي سي دي اللي هو تشارج كابل ديفايس، ده عباره عن دايره متكامله. بتعمل ايه الدايره المتكامله؟ ايه اللي قدامنا ده؟ بالبلدي كده احنا لما كنا نجيب مثلا صوره محطوطه على الموبايل، وفي كلمه مهمه جدا عايزين ناخدها، كلمه ريزوليوشن، اهي مكتوبه الحمد لله، ريزوليوشن اللي هي شده الوضوح بتاعها. الريزوليوشن عباره عن ايه؟ اي صوره. انا كنت زمان بقول للناس التلفزيونات يا شباب بتاخد، يقول لك التلفزيون ده مثلا 50 بوصه. طبعا احنا عارفين ان البوصه اللي هي الانش، ما اعتقدش ان في حد مش عارف الانش، لان معظم العدسات والكاميرات تقاس بالانش. البوصه بتساوي 2.5 سم، او هي بالظبط 2.54 سم. البوصه تساوي 2.54 سم. فلما اجيب تلفزيون او اجيب شاشه تلفزيون والاقي التلفزيون ده مكتوب عليه مثلا 55 بوصه، هل ال 55 بوصه دي هي عباره عن الطول اللي هو ده ولا العرض؟ كنا بنقول لا، هي ولا طول ولا العرض، هي القطر، بتقاس دياجونال قطريا، يعني هو عباره عن مستطيل، ليه حاجه بيسموها اسبيكت ريشيو، بنسبه 4 الى 3. يبقى مستطيل نسبه طوله الى عرضه 4 ل 3، يعني لو ده 4 متر يبقى ده 3 متر، لو ده 2 متر يبقى ده ايه، متر ونص، وهكذا. المهم ان النسبه دي بتبقى ثابته بين الطول والعرض، بيسموها اسبيكت ريشيو. اسبيكت ريشيو، وبالتالي انا لو خدت مساحه معينه، ما خدت 4 مللي و8 من 10 في 3 مللي و6 من 10، دي هتلاقيها نسبه 4 ل 3، وقسمت المساحه دي لخطوط افقيه هوريزونتال، اهو خطوط افقيه كده، اهو خطوط افقيه زي ما انت شايف، وخطوط راسيه او عموديه. ايه اللي بيطلع في التقاطع بين الخط الطولي والعرض ده؟ بيطلع مربع، اللي هو المربع ده اللي هو المربعات الصغيره دي نتيجه الخطوط بتاعت الطول الطوليه دي والعرضيه. اهو النقطه الواحده من دي بنسميها بيكسل. ركز معايا، يقول لك الشاشه دي او الكاميرا دي مثلا 3 ميجا بكسل، 4 ميجا بكسل، 5 ميجا بكسل، 20 ميجا بكسل، تمام، وقبل الميجا كان في كيلو بكسل، وفي بالبكسل. البكسل اللي هو عدد النقاط اللي هي المربعات دي او سل، تمام، اللي هي الناتجه من تقاطع طف وعمود. اهو جاي هنا على النقطه الحمراء دي وكاتب لك ان هي ايه. طيب السؤال هنا بيطرح نفسه، كل ما يكون عدد النقط الحمراء دي اللي هي عدد المربعات كتير، بتبقى صوره فيها معلومات كتير. طب انت هتفرق معاك فين؟ هتفرق معايا ان انا رحت حملت صوره البكسل بتاعها صغير وانا شايفها على الموبايل حجم
الموبايل صغير، فلما اجي احطها مثلا على جهاز كمبيوتر، لما اجي اعمل لها سريت امط الصوره دي، تلاقي البيكسل بعدت عن بعض، وبالتالي تطلع صوره مبكسله فيها ايه مشاكل، ما الريزوليوشن بتاعها او الوضوح مش عالي. تخيل بقى ان انا اروح اخد الصوره دي مش هحطها على جهاز كمبيوتر، احطها مثلا في شاشه عرض اللي احنا بنشوفها توارع دي، شاشه العرض لازم تبقى الصوره اللي محطوطه عليها البيكسل بتاعها عالي جدا، وتبقى هي نفسها الحساسات بتاعه الشاشه الصوره تمام تبقى عاليه جدا. يبقى انا بدات اعرف ان كل ما يكون عدد النقاط في المساحه اللي انا بدرسها كتير يبقى افضل، لان ده بيدي ريزوليوشن اعلى، يبقى نسبه البيكسل كل ما بتزيد بيبقى افضل، لان شده الوضوح بتبقى اعلى. طب مين اللي بيحدد الوضوح بتاع الكاميرا؟ هو ده حساس الصوره اللي هو الايمج سنسور. فكان النظام المستخدم تمام القديم اللي هو اللي كارتبل ديفايس اللي هو عباره عن سي سي دي تمام. السي سي دي ده عباره عن دايره متكامله تمام، بتعمل ايه؟ بتاخد الضوء اللي طالع من الجسم وبتحوله لاشارات كهربيه، بحيث شده الضوء في المكان الفلاني يديها مثلا اشاره 1 ملي فولت، شده الضوء قلت يبقى نص ملي فولت، طب شده الضوء زادت يبقى مثلا 10 ملي وهكذا. الحساسه في ميزه حلوه جدا اللي هو ايه، الحساسيه الضوئيه بتاعته عاليه تمام، وده بينعكس تمام على جوده الصوره. المشكله بتاعت اي حد فين؟ ان الماتيريال اللي بيصنع منها السنسور ده غاليه، وبيحتاج الى عمليات في التصنيع معقده جدا تمام. والمشكله الاكبر ان احنا الكاميرات دي عايزين نديها اقل قدره عشان تشغلها، واحنا لسه شارحين من شويه قلنا الدنيا اتغيرت، وبدل ما بديلها باور الكاميرا لوحديها بقيت بدل الكاميرا من خلال كابل انترنت، من خلال نظام بنسميه الباور اوفر ايثرنت البي او تمام تي. فكانت مشكله الحساس ده ان هو بيسهل طاقه كهربيه مرتفعه، عايز طاقه كهربيه عاليه وبالتالي بيس تمام، هو عايز كهرباء عاليه تمام. راح قال لك والله احنا هنعمل نوع تاني اللي احنا هنسميه ايه، سيمو. شده الاضاءه تمام او التعرض المباشر للاضاءه ده ممكن يسبب خطوط تمام في اسفل الشاشه واعلاها، يعني انت ممكن تلاقي الجزء اللي هو فوق ده خالص تلاقي فيه خط اسود، وتلاقي الجزء اللي هو تحت خالص ده تلاقي فيه خط اسود، وممكن يبقى في جنب مثلا فيه خط اسود، فانت بتلاقي الحواف الخاصه بصوره ممكن يطلع فيها خطوط سودا، ودي بيسموها السمير او اس ام اي اي ار. الخاصيه دي بالبلدي كده بتحس ان في مجموعه من البيكسلز مطفيه، دي مشكلته لانه بيتعرض لكميه ضوء عاليه. يبقى هو اللي تشارج كابل ديفايس مشكلته ان هو عايز كميه كهرباء كبيره ومعقد في التصنيع وغالي كمان. راح قال لك والله احنا نبدا نجيب حد ارخص منه شويه. طبعا زمان في التشارج كابل ديفايس ده كانوا بيعملوا حاجه بيسموها ايه، تي في ال دي، اللي معناها لاين، لاين يعني خط. فكان بيقول لك والله هنا عدد الخطوط لو من 300 لحد 320 ل 330 خط ده بيبقى لو ريزوليوشن، لو عدد الخطوط زادت البكسل هتزيد، لو من 470 لحد 480 ده نورمال، لو زادت بتبقى هاي ريزوليوشن وتبقى صوره ايه اوضح. يبقى احنا عرفنا الانواع، رقم واحد السي سي دي، ادي اشكاله، ادي سي سي دي كديفايس صغير، ده عباره عن دايره متكامله انتجريتد سيركت اي سي صغير او شريحه صغيره موجوده في الكاميرا. والنوع الثاني اللي احنا بدانا نصنعه ارخص وبيستغل او بيستهلك درجه حراره اقل اسمه سيموس. يبقى هو النظامين سي سي دي، هتلاقي في الكاميرا لازم تبص في المواصفات، هل الايمج سنسور اللي هو حساس الصوره هل هو سي سي دي ولا سيموس؟ طيب حساس سيموس، الناس بتوع الكترونكس عارفه كلمه سيموس، اختصار الكلمه كومبليمنتري ميتال اوكسايد، كومبليمنتري ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور، ده عباره عن حساس اسمه حساس اي سي، اسمه اي سي سيموس. ده بستخدمه طبعا في التجهيزات الالكترونيه، عباره عن اي سيز، ميزته ان هو بيستغل او بيستهلك طاقه اقل وسهل في التصنيع، والجوده بتاعت الصوره بتاعته بتبقى الى حد ما تمام يعني كويسه، بس السي سي دي بيبقى طبعا اعلى منها. بس طبعا نتيجه قله السعر وقله الطاقه الكهربائيه المستهلكه يبقى هو بيمتاز بالرخ، وكمان في ميزه خطيره ان هو حجمه صغير وبالتالي هيستغل طاقه صغيره في عمليات التشغيل. يبقى الفرق بين السي موس والسي سي دي، السي موس يعتبر ارخص وحجمه اصغر وبيستهلك طاقه اقل، بس هو ما بيطلعش كل الريزوليوشن بالدرجه العاليه. السي سي دي يعتبر احسن منه، بس كانت مشكلته ان هو غالي ومعقد في التصنيع، وان في بعض الخطوط بتظهر فوق وتحت كده، بيحصل فيها تمام ان هي بتظهر خطوط سوداء كان الشاشه فيها بعض النقاط تمام فيها مشكله. طبعا موضوع النقاط اللي فوق وتحت السوداء دي بداوا يحلوها هم، وبرده السي سي دي هو يعني شغال وهو بيدي فعلا كواليتي عاليه، بس مشكلته ان هو بيستهلك طاقه كبيره وسعره كبير. يبقى احنا عرفنا النوعين الاساسيين اللي هم، يبقى انت لما يجي حد يسالك على الايمج سنسور تساله هل هو سي سي دي ولا سيموس. النوع الثالث من الحساسات بيسموها ميجا بيكسل، بدانا ندخل في الميجا بيكسل سنسور، في الايمج سنسور في النوع الثالث اللي هو الميجا بيكسل. طرح دمج بين تقنيتين، بين تقنيه سيموس وبين تقنيه السي سي دي، عمل حاجه سعرها الى حد ما معقول وبتستهلك درجه حراره الى حد ما كويسه وبيطلع ريزوليوشن عالي جدا، وبالتالي سموه ميجا بيكسل سنسور. وانا معظم الشغل اللي احنا بنشتغله لازم بنشترط حساسات بتبقى ميجا بيكسل سنسور تمام. طبعا دي بنستخدمها
بنستخدمها في الكاميرات الاي بي، بنستخدمها في الكاميرات الاي بي كاميرا، يبقى السنسور بتاعها او الامج سنسور مكتوب عليه كده ام بي سنسور او مكتوب عليه ام بي اس ميجا بيكسل سنسور. يبقى لو